يشهد شهر رمضان إقبالاً كبيراً من المغاربة على الأواني والمنتجات التقليدية. بين أزقة حي الحبوس التاريخي في مدينة الدار البيضاء، دخلنا إلى محل فتح رضوان، الصانع التقليدي الذي يشتغل في هذه المهنة منذ أكثر من 4 عقود. كنت أشتغل في النحات ولد 14 سنة. تعلمت من عند الشيخ هذا المعلم ديالي، وهذا متر ديالو، هادو تعلمت من عندهم. هذا هو اللي كاين مع محمد الخامس والحسن الثاني. كاين باقي الناس كيطلبوها، مع كوفيد وداك الشيء شويه اثرت على الصناعيه بزاف، اثرت علينا بزاف يا شويه بزاف. وانا بان ولد 14 عام وانا في المهنه، ضروري غادي نبقى مع المعلم كنبغيها، وما كنتش كنبغيها غير ما نبقى فيها. التكنولوجيا اثرت على الصناعه التقليديه، اثرت على من ناحيه لي ماشين. دابا اكثريه دابا لي ماشين هما اللي خدامين. الناس باقين كيهتموا، ماشي ما باقينش كيهتموا، باقي الناس كيهتموا، وانما هو قليل كما وبالنسبه للتطور. كنا كان المحل كان نطور، كانوا في انا المحل كانوا في 10 الخدامه اللي كانوا خدامين، كلها قلب الحرفه دي. كان اللي باقي في الحرفه وكان اللي ما بقاش في الحرفه. يقع محل هذا الصانع التقليدي في حي الحبوس التاريخي بمدينه الدار البيضاء، وهو حي اشتهر بمحلات المنتجات التراثية وأصحاب الصناعات التقليدية من ملابس وأوان منزلية وغيرها، كما يشتهر بكونه قبلة للراغبين في اقتناء هذا النوع من المنتجات.